يعطيكم العافيه. انا وصلت عند مطعم سويف الدور السادس اخر دور، وين؟ في منطقه الجادريه في شارع البنك المركزي على طول لهالمكان. بسم الله ندخل على المطعم. هذا هو، شوفون كيف مطعم جدا جميل. هذا شايف المطعم التراس الخارجي هذا اللي تشوفونه واطلالته، وين عندهم جلسه كبيره وجميله، وبعدنا صوف في جلسه ثانيه واطلالتها على البنك المركزي، في جلسه بعد في اي بي اطلالتها على نهر دجله ايضا مثل ما تشوفون. يا سلام. هذا هو الويلكم درينك مالهم، يا سلام. وهذه هي طاولتنا اللي تشوفونها في مقبلات ساخنه وبارده، ومطعم سوي قدم لنا اكلات شرقيه وغربيه، واهم شيء طبق اليوم. الحين جاء وقت الاكل وناكل. بسم الله. يا سلام عليك. تشوفون اللحم اللي عندهم يا جماعه يتفتفت، شيء يشهي. محبين الستيك بعد عندهم ستيك مثل ما تشوفون، هذا هو. ابي اذوق واعطيكم رايي بعد. بيرفكتو. جيت على الجلسه الخارجيه هذه عشان نحلي، بنفس الوقت نستمتع بالاجواء الخارجيه اللي مسوينها في المكان. يا جماعه انا استانست في المكان، جدا جميل، حبيت كل شيء.